حياكم الله يا جماعة، اليوم جايب لكم درغف بس اني اخذ من الدوري السعودي. طيب يا جماعة الخير، هذه الفكرة ما اخذها صراحة من منار سوري جيمر، بتلقون رابطة المقطع في الديسكريبشن، يعني لازم نزرف احد من هنا ومن هنا يعني لا مانع. فيا اخوان قبل ما يبدا المقطع لا تنسوا لايك سبسكرايب وشلع على البقطع. زي ما يعرف الجميع يا اخوان تيم اوف ذا سيزون على الابواب، فمجمع لكم باكجات باذن الله يا رب يطلع لنا كذا لاعب خارق. جمع تقريبا اكثر من 30 باكج 40 باكج، فباذن الله يطلع لنا منها احد. يلا يا اخوان ندخل الدرافت، عاد عندنا توكنين درافت فباذن الله اليوم نلعبها اذا حظنا زين كملنا. بسم الله، تشكيله هذه افضل تشكيله للدوري السعودي، في لاعبين وسط كثير. يا رب لاعب كويس بالدوري السعودي. الله نيمار الغدار، الله الله يا نيمو، اول لاعب من الهلال نيمو الغدار. بسم الله الرحمن الرحيم، ار دبليو ما في لاعبين كويسين اتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم، اي واحد من الدوري السعودي. سعيد العويران 93، وافضل لاعب تقريبا، اي والله افضل لاعب. بسم الله الرحمن الرحيم، مهاجم رونالدو بنزيما، عندنا لاعبين كثيرين من الدوري السعودي. ما فيش احد، بناخذ البرازيلي هذا عشان يشبك بس مع نيمار. طيب ما دام نخفف من خط الهجوم خلينا نروح على طول للاحتياط. مشكلة اللاعبين السعودي ما في، شوف فيليكس، الله ليش طلعت انت ليش طلعت؟ شوفوا من فيه، كيكولي، الله يا سانتي اللي جنب ساديو ماني، الله يا ساديو، ساديو ماني والله كويس عيال. وش الطاقة؟ ايش الطاقة؟ وش البطاقة؟ والله خرافية، دايما ساديو ماني، عندنا الحين مهاجم، الله خط هجوم كامل من الدوري السعودي. بسم الله بسم الله يا رب يطلع لنا احد هنا. ما حد من الدوري السعودي عندنا هذا كويس، والله طيارة، والله طيارة يا عيال. روما 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 المتخاذل هذا الموسم، اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. لوسيو، ما في احد من الدوري السعودي، لوسيو لعب مع الهلال، ما لعب مع احد. اللي بعده اللي بعده كافو، انا قاعد ادور ترى انا مستانس كافو ليه؟ عشان تخيل يطلع لي كذا فجأة ياسر الشهراني، بزعل والله بزعل. حياك الله يا كافو، باذن الله لاعب سعودي على الاقل. خولت ياهو ياهو، كرويف والله درافت كويس يا عيال. الدوري السعودي ما جالي الا خط الهجوم. سافيتش، ابغى سافيتش، سيرجي ما في احد. جينولا يا اخي البطاقه ذي غريبه، جينولا افضل واحد، جينولا والله عندنا احتياط خارق. بسم الله ما في احد. بسم الله الرحمن الرحيم، زنتي ما في احد الدوري السعودي، ناخذ زنتي. اجانا اللاعبين في الاحتياط الدوري السعودي، ولكن هنا ياهو ياهو ما ادري نختاره ولا هرنانديز، بس بختاره هو عشان عنده قدره مدري ايش هذا، بس ما منه فايده في النهايه بيقعد عندنا كافو. فالحارس نخليه اخر شيء، ندخل على طول على التشكيله الاساسيه. اليكس تيلس يا سلام، حياك الله يا تيلس. مين جم تيلس؟ رش بيرون، والله ناخذ الليجند برك، ناخذك انت يا رش، يا رب سيرجي، يا رب سيرجي ولا روبن. ياهو الدوري السعودي، اوه صح راح، نسيت انه راح، على الاقل كان في الدوري السعودي. اللي بعده هنا مين؟ اوه هذا يلعب سي بي، يلعب سي بي حلو والله، دفاعنا خارق. انا ما ادري ايش اقول، صراحه دفاعنا اسطوري مو بخارق الحين. اللي بعده الحمد لله ما في الدوري السعودي، الحمد لله. كوردوبا تعال، اوكي خلاص اتوقع ما في فرصه اللي جينا نديما بونو، اذا جانا ديما بونو الحمد لله. ديما ضحكه، عندنا هذا فرنسي، خلنا نشبك مع نيمار ولا ايدرسون، ايدرسون غثيث، فخلنا ناخذ اخر لاعب في التشكيله. يلا يا جماعه، يلا ديما بونو، ما في ديما بونو، انا اخذ اعلى ريتك. طيب يا اخوان لازم نطلع لاعبين من هذه التشكيله عشان نحط، لازم يكون فيها ناس في الدوري السعودي، الدوري السعودي اولويه بعدين اللاعبين الخارقين. طيب يا اخوان هذه تشكيلتنا، هذه التشكيله اللي بنلعب فيها الحين، عندنا ساديو ماني نيمار وسعيد في الهجوم، عندنا تيلس وعندنا هرنانديز عشان في الدوري السعودي بنحطه. هرنانديز قلت انا، اندرسون شو اللي هرنانديز يترك، باذن الله يجينا خصم سهل عشان نفوز عليه، بس عشان نفوز عليه. طيب يا اخوان خش على الجيم، وسط طقس جميل وطقس مثالي، عنده رونالدو ليه؟ كم من المحظوظ، بس ما في مشكلة، هنالك رجال في الملعب. كرة القدم نريد أن نستمتع بكل دقيقة تنقضي. نيمو! العويران. النيمو مرة أخرى يا الله. خلفي وفي الهجوم رونالدو. سلام. سلام. سو عنده رونالدو ميسي، هذا أول واحد يجمع اثنين. مركزي الظهيرين سعيد. إيه فاول. زنتي. ساديو رجع لزنتي، زنتي الله يرجني يا شيخ، الله يرجع بليسي. فرصة للتقدم في المباراة، حلوة يا الدفاع يا اسطورة، لازم اطلع هيد درسون. مين ادخل؟ خلينا ندخل ماكسيما. اوه يا جلتشاوي، يلا العمران مشى، العمران يلا ساديو ايه بلدي جاريا عن فرصه
عرضيه ممتازه الى الخلف. يعطيك العافيه والله، وكان يمدي يسجلها بس خلصها الى رونالدو. خلصها فلسفه اللي بيعطيها مقصيه يا طير بس. ولا بالدقه ولا بالتركيز، فرصه بتضيع. اوكي وش هذا تركي؟ الحمد لله فاول. يلا نيمو سانتي ماكسيمان نيمار. الله النيمو الله النيمو. سانتي 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 اعطيها العويران 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 العويران. سبحان الله سبحان الله كيف وصلت. الحمد لله الحمد لله، بس هذا اللي اقدر اقوله. يلا 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 بس كيف لما تكون فطين وذكي ولعيب. اوه شيخ يا عمري يا ادرسون، ايش عنده لاعبين، عنده لاعبين يطقوا راس كثير. يعطيك العافيه. طلع بليسا وصل دفاع سريع والله. يتقدم بالكره عيد الاكستريس. حلوه يا تلس حلوه يا تلس. علق 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 الله يا تلس الله. لا تستهينون بهم انهم اساطير. الحين بيصير مباشر، الحين بشوت. شفت اقول لك الحين بيصير مباشر، ما يبغى يتفلسف يقول الحين خليني اسجل اقول جيتشيتي بسرعه تلقم ان شاء الله. لازم اخليه ينسحب من الشوط الاول. لا لا كرشت اللعبه يا عيال، كرشت اللعبه يا اخوان. لا ما كرشني يا اخوان، شوفوا عطوني ضرب توكن. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. يعطيكم العافيه فيفا. عوضوني، خلينا نقول انهم عوضوني. الحمد لله الحين بنسوي درافتين درافتين. طيب اخترنا 4-3-3، الحين بنختار برضو 4-3-3، ما في مشكله نختار نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نيمار 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 نيمار. خلينا نشوف بوشكش لعب مع الهلال. لا ما لعب، ما في اي احد لعب مع الدوري السعودي. ما لا لا الدين هو الدون، انه كريستيانو المتاخ هذا محمد صلاح عشان بيجي الهلال. يلا رودريجو رودريجو ماتياس اتوقع مستحيل يعني دي بروين. برازيلي واسمر وراسه سامبا. يلا يا هو نبغى سافيتش لاعب سعودي. دوري سعودي دوري السعودي الدوري السعودي يرحم امكم. اي احد منا لعبت الدوري السعودي يا ابن الحلال. ما في الا رونالدو الحين الدوري السعودي. فندويك مندي في نسخه اقوى من هذا بس ما في مشكله دام جاتنا نختارها. هولت الله هولت. ليو دوري سعودي وينك يا الدوري السعودي وين لاعبينك. نيمو نيمو ما في مشكله ما في مشكله. نيمار افضل من رونالدينو. بنعدل التشكيله شوي ونجيكم. ما اتوقع اني بوصل بعيد في هذه التشكيله لان حارسي ما شاء الله تبارك الله. يعني يا اخوان لو تعجبكم المقاطع اللي كذا درافت وطقطقه عندكم افكار ثانيه اكتبوها في الديسكربشن. ديسكربشن على كيفي اكتبوها في الكومنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيلته كويسه والله مره كويسه تشكيلته. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا ترك شد حيلك. كل الاساسيه لفريق فاوندرز حركات حركات حسبنا اول مره نلعب. السلام رونالدو نيمار نيمار نيمار. شوف نيمار شوف نيمار شاف الدون شاف رونالدو شاف رونالدو شاف رونالدو. النيمو يعطيها لرونالدو سي. جرنا انا الخصم يعاني الامرين. الله على العرضيه الله على العرضيه يا خصمي. نيمو نيمو يا الله كوع لي يا حكم صدقني كوع لي. لا جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد والله والله كانت هجمه. الله ياخذ كازينتي يا شيخ. اسمع علي دائما الشوط الثاني هو شوط ذا ترو. انا مشكله التشكيله ما اخذها مره بيسك فيها اي هجمات. خير راحت شيء ما يلعب الا الجهه ذيك. ايش فيه غير اخيرا اول مره اول مره يسمع كلامي. الثلث الاخير من هذا اللقاء يبدا في هذه اللحظات المتبقي فقط 30 دقيقه فرصه للتقدم في المباراه. آه رونالدو تكفى. الله حلوه هذه. نيمار نيمار يضرب الحين. بسم الله شوف الجمهور الان شوف محاوله ذبحه للفريق لاستغلال الفرصه. ياه شلون ضاعت شلون ضاعت شوف الكره اللي طيب. يلا اسلك يا شيخ معي. والله اني كنسلت. حلوه يا فييرا. اي اي ابلع راميريز العافيه على التمريرات هذه.
حلو يا رونالدو. يوه شلون صدها شلون سكعت العارضة. كرة ما تروح ورد لما تروح يا هو. الحمد لله فزنا. اللي بعده بسم الله. لو وصلنا النهائي هذا حلمي اني اوصل النهائي في الدرافت وفوز فيه. ما قد فزت فيه يمكن لا فيفا 17 من زمان مره يعني. وسأكون رونالدو كريستيانو رونالدو يلعبون اثنين الله يعين. الله يعيني اي تسديده جول عند الظاهره وكريستيانو. تمشي من الاول ما تمشي من الثاني هذا المشكله. هلا ايفان دايك اقسم بالله ما فيها شيء يا حكم. شوته في النص خليك جاز. حرام ادخلي يطلعوا في الغفلة. تتمشى قدامي يا عيال. هفلع وحش الدون. يلا فرصة قد تشكل خطورة. يتقدم بالكرة. شلون يمشي كذا يا اخي؟ شلون يمشي بالدفاع كذا يا اخي؟ والله سالفة. الله امشوا والله يا عيال. ان قاعد امرهم اوامر عيال الكلب ذولا ولا اختك. فامش وش الثقل؟ الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من الاتكال. رونالدو فرصتها. بكسر شيء منها. شلون؟ والله سكريبت هذا الجيم. والله مو طبيعي يا عيال. حلو ولا تمريره صح عيل. ما اقدر العب ذا الجيم. شوف ويقولوا السكريبت شيء مو حقيقي شيء الناس اخترعوه. المنتل بغى بدا يخرب يا عيال. انا خلاص يا عيال والله ما اقدر اكمل. انا سيتي صارت زحق من ذا الدرافت. اذا عجبكم المقطع عد سلك سبسكرايب وانا لكم مقاطع اخرى. السلام عليكم.